أيضا من مواضيعنا اليوم في نشرة الرابعة، أثار مقتل نمر عربي على يد أحد أصحاب الإبل الجدل في السعودية، الجدل عن غياب الأنظمة لحماية الحياة الفطرية وحيواناتها التي بدأت في التناقص حتى أن أكثرها لم يعد يشاهد. ويروى عن كبار السن في السعودية أنه إلى الثمانينيات من القرن الماضي كانت تشاهد الغزلان والظبا والأرانب والطيور بأنواعها في كل مكان، لكن مع الصيد وغياب القوانين بدأت بالانقراض. زميل الخميس الزهراني معه التفاصيل، نتابع. هكذا انتهى به المطاف معلقا على جذع شجرة ترمقه أعين أهالي القرية وعلامة استفهام كبيرة بادية على وجوههم. نمر عربي من سلالة نادرة حل ضيفا ثقيلا على أهالي قرية الشق وانتهى مسموما، لتبدأ بعدها فصول القصة التي جسدتها العربية من داخل الحدث. آخر واحدة عندما قررت قلت أنا لازم أشوف السبع هذا المفترس اللي البل وراء بعض، لازم أشوفه. ثم وضعت البودرة في هذا البكرة على خيره آخر ما يكون، ثم وضعت البودرة، ثم هذا اللي لقيته، هذا السبع اللي ما عمر شفته لمدة 65 سنة عمر. والله ما كنت أتوقع أنه ذيب، قلت ذيب كبير وهذا ذيب مفترس وهذا ذيب نط على البكرة وهي باركة، سبحان الله. وهذا اللي حصل، وهذا اللي أنا توقعته، ما توقعت نمر ولا عمرنا شفنا نمر ولا عن النمر ولا عن حكاية النمر. جثة النمر العربي عادت إلى موقعها تحت هذه الشجرة، ولكن لم يبقى منها سوى الرأس والجلد. فرق الهيئة السعودية للحياة الفطرية عثرت عليها. مع الأسف لم نجد جثة النمر، وأجرينا تحقيقات أولية وتحققنا أولا من الحادثة، ومن ثم من أخذ جثة النمر، وحصلنا عليه مسلوخا كما ترون في خلفية هذه الصورة، وهو يعتبر التسجيل الرابع لعمليات التسمم منذ 20 عاما في المملكة العربية السعودية. أخضع جثة النمر العربي لبحث من قبل متخصصين في هيئة الحياة الفطرية ومعاينتها، وتوضح المؤشرات القياسية أنه ذكر بالغ في 7 من عمره، طوله 306 سنتيمترات وارتفاعه 48 سنتيمترا، عرض رأسه 27 سنتيمترا وطول أنيابه 3 سنتيمترات، أما شارباه ف15 سنتيمترا. هذا النوع نادر جدا، كان منتشر في جبال السروات وفي جبال الحجاز، وانتشاره الطبيعي موجود في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية واليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة، وأعداد بسيطة موجودة في الأردن وفي فلسطين. أعداده في البرية وفق التقديرات الأولية للمسوحات التي أجريت في كل دول الانتشار لا تزيد عن 200 نمر بالغ. قصة رحيل هذا النمر العربي فتحت ملفات ووجهت أنوارا صوب سلسلة من جبال السروات وما تكتنزه من ثروات الوطن الفطرية، للعودة إلى البحث مجددا وتجهيز المواقع وسفوح الجبال بكاميرات حرارية من أحدث وسائل المتابعات الحقلية للحياة الفطرية. بين هذه الشعاب والمنحدرات في هذه السلسلة الجبلية في ضواحي مكة المكرمة تلتف حولها بعض الأسرار لعلها تكون هدفا قادما للجهات المعنية. مقتل النمر العربي قادنا إلى هذه المنطقة ومعنا جهات معنية لتفحص والتنقيب في هذه المنطقة. من وادي نعمان، خميس الزهراني، العربية. ينضم إلينا من الرياض الأمير بندر بن محمد آل سعود، الأمين العام لهيئة الحياة الفطرية. أهلا بك معنا، شكرا على وجودك معنا في نشرة الرابعة. بداية نسأل عن هذا النمر، هل هو من فصيلة أصيلة وهل من الطبيعي أن يتواجد في هذا الوادي؟ مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا، أنا سعيد أني أكون معكم اليوم. إحنا الأسعد أكيد. هذا النمر العربي وكل عربي أصيل، فالنمر العربي هو سلالة توجد في المنطقة العربية خصوصا من الأردن إلى الإمارات العربية المتحدة في سلسلة الجبال، وهو فصيلة. هذا فيه نوعين من النمور في العالم، النمر المخطط وهو كبير حجم وموجود في آسيا وسيبيريا،
والنمر المرقط هو اللي يسمى بالإنجليزي الليبرد، هذا موجود في عدة مناطق في العالم منها المنطقة العربية. نعم. فهذا أكيد إنه 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 نمر عربي ويعني متواجد في جبال السروات، وحزننا كثيرا وحزن جميع أهل المملكة ومحبين الحياة الفطرية بقتل هذا النمر، ولكن القتل كان غير متعمد وربما يعني فيه أمور أخرى يجب أن نهتم بها مثل التوعية والنظام. نعم. طب هل هناك أعداد تقريبية لهكذا نوع من أنواع النمور العربية الأصيلة في السعودية تحديدا؟ كما ذكر الأخ أحمد البوق مدير مركز الحياة الفطرية المركز الوطني للحياة الفطرية في الطائف، كما ذكر أن هناك تقريبا وهو عدد غير دقيق في دول الانتشار من الأردن حتى الأمارات العربية المتحدة في سلسلة الجبال هذه التي تحيط بالجزيرة العربية، فيه ما يقارب 200، فخلنا نقول ما بين 50 إلى 200. لكن ما هناك دراسات دقيقة، ونحن الآن نقوم منذ عدة سنوات بدراسات حقلية ومختبرية بشأن النمر العربي، وكذلك لإكثار النمر العربي تحت الأسر، وهناك كذلك دراسات في الدول الأخرى مثل عمان الشقيقة ودولة الأمارات العربية المتحدة. فإن شاء الله بتضافر الجهود في السنين المقبلة سيكون عندنا معلومات أكثر، وكذلك سيكون لدينا محميات أكثر في دول الانتشار هذه، لكي إن شاء الله وبإذن الله نحمي هالكائن الجميل النادر على قلوبنا جميعا. نعم. كما تابعنا في التقرير قبل قليل، كبار السن ممن يسكنون هذه المناطق يقولون في الثمانينيات من القرن الماضي كان من الطبيعي أن نجد فصائل غير موجودة الآن، وكأنه انقرضت الفصائل الأصيلة من الجزيرة العربية أو في السعودية تحديدا. إلى ما نعزو ذلك؟ لماذا؟ والله هذه ليسوا في المملكة العربية السعودية فقط، ولكن في العالم ككل نحن نحضر ندوات ومؤتمرات عالمية نمثل المملكة العربية السعودية فيها في أنحاء العالم، وهذه ظاهرة تشكو منها البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو في خضم التنمية الحديثة التي تستعمل أنماط التنمية والتكنولوجيا الحديثة سواء في المجال العمراني أو في المجال الزراعي أو في المجال الصناعي، في خضم التنمية العظيمة الشاملة في أنحاء الأرض والمملكة جزء منها، تدمر البيئات الطبيعية لهذه الكائنات، وكذلك تستعمل وسائل القتل مثل البنادق الحديثة والمركبات الحديثة، تستعمل لقنص وقتل هذه الأحياء. نعم. وتدهور الغطاء النباتي، فكل الأمور هذه تصب في انقراض الأنواع. ولكن كما تعلمون الأنواع الرئيسية المنقرضة هي معروفة لدينا في المملكة وفي أنحاء العالم، هناك بحوث ولدينا كتب ولدينا نشرات تبين الحيوانات المنقرضة والنباتات المنقرضة، ولكن إن شاء الله بالجهود الكبيرة التي تسعى إليها الدول وحكومة المملكة العربية السعودية وولاة الأمر أعزهم الله بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات الأهلية، إن شاء الله بالدعم الذي يأتينا ويأتي الجهات الأخرى في الدولة المتخصصة في أجزاء من حماية البيئة، بالدعم بتوفيق الله ثم بالفكر والعمل الجاد. نعم. سنصل إن شاء الله إلى مستوى طيب نطمح له جميعا. نعم. مع الأسف على الفصائل التي انقرضت. نتابع في هذه الصور مثلا التي تلعب الآن أثناء المقابلة، وكنا نقلنا في نشرة الرابعة في أكثر من مناسبة حالات عنف وقتل جماعي لفصائل مهمة وتعتبر نادرة ومرشحة للانقراض، مثلا بعض الفصائل من الغزلان، الطيور الجميلة، قتل غير مبرر هو فقط للمتعة، وأيضا حتى البعض يقول أنه الأرانب أيضا على كثرتها فهي أصبحت قليلة.
لو تتحدث عن الجهود الأخيرة وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة للحد من هذه الظاهرة. صحيح. في الحقيقة الله يسلمك إن المشكلة ليست مشكلة النمر العربي فقط، هي مشكلة شاملة ومترابطة. جميع الأحياء الفطرية في بلادنا العزيزة وفي المنطقة تواجه هجمة شرسة من بعض الغير منضبطين والغير محترمين للحق العام والنظام. فاليوم لدينا طريقتين لنعالج بها مشاكلنا جميعها. أولا طريقة استراتيجية، وهي التي تأخذ مدى بعيد، وهي التي تأتي من خلال التربية الحسنة على القيم وعلى المثال الحسن، ونحن لدينا أعظم دستور في العالم هو الكتاب والسنة وتراثنا العربي الأصيل، كيف تعاملوا أبائنا وأجدادنا مع الكائنات اللي الله حباهم بها. والله لم يعطي الإنسان حرية مطلقة لتدمير الكائنات أو قتلها، والله لم يخلقها عبثا، بل استخلفها في الأرض لكي يستغلها الاستغلال الحسن المناسب ويبقي على أجزاء منها. إلى للمستقبل وللأجيال المقبلة. فلذلك هناك جهود قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، في أولها إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اهتمام بالمراعي من خلال وزارة الزراعة، تطبيق نظام الصيد من خلال وزارة مقام وزارة الداخلية، الأرصاد، التلوث والانبعاثات الغازية والحرارية والتلوث من خلال الأرصاد، رئاسة الأرصاد وحماية البيئة. فهناك جهات حكومية مختلفة معنية بها المواضيع. فأنا أهيب بجميع أخواني وأخواتي المواطنين وكذلك أخواني المسؤولين في جميع جهات الدولة والقطاع الخاص بأن نتكاتف لحماية حياتنا الفطرية ولاحترام النظام. أول النظام لابد أن يطبق. نعم، نتمنى أن تكون الرسالة وصلت. أسف على مقاطعتك. أنا رجل صريح. نعم جدا أعتذر على مقاطعتك، لكن للأسف انتهى وقت هذه الفقرة. أشكرك جزيلا على وجودك معنا من الرياض، الأمير بندر بن محمد آل سعود، الأمين العام لهيئة الحياة الفطرية. شكرا مرة أخرى.